السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي حكايات المساء. اليوم سأحكي لكم حكاية باللغة العربية، وهي من مطالعة كانت قد صحبتنا خلال طفولتنا، وبالضبط خلال المراحل الدراسية الأولى، أي الابتدائي، مراحل السلك الابتدائي، وهي هذه المطالعة اقرأ كما ترون. هذه المطالعة الجميلة الفريدة، والتي هي كانت من إنجاز المعلم الفد أحمد بوكماخ رحمه الله، كانت قد أثرت فينا بشكل كبير وأغنت حصيلتنا اللغوية وثقافتنا اللغوية بشكل عام. وهي ولي إشارة خاطفة، فإن أختي رحمها الله، أختي فوزية حجبي رحمها الله، كانت هذه المطالعة اقرأ أثيرة لها جدا، كانت من الكتب أو المطالعات التي تتردد عليها أو التي تقبل عليها باستمرار لمطالعة القصص الموجودة فيها والحكايات التي تتضمنها. اليوم سأحكي لكم، سأنقل لكم وسأحكي لكم قصة من هذه المطالعة الجميلة الفريدة، الحجاج والفتية الثلاثة. الإشارة في الحجاج هو من القواد في العهد الأموي، وهو كان معروفا بخطابته، بالإضافة إلى قيادته التي كانت تتميز بالشدة إلى في بعض الأحيان إلى حد التسلط والدموية. أمر الحجاج صاحب حرسه أن يطوف بالليل، فمن رآه على الطريق في ساعة متأخرة قبض عليه، فطاف ليلة من الليالي فوجد ثلاثة فتيان، فأحاط بهم وسألهم: من أنتم؟ حتى خالفتم أمر الأمير وخرجتم في مثل هذا الوقت؟ فقال أحدهم: أنا ابن من دانت الرقاب له ما بين مخزومها وهاشمها، تأتيه بالرغم وهي صاغرة، يأخذ من مالها ومن دمها. فأمسك عنه وقال: لعله من أقارب الأمير. ثم قال الآخر: من أنت؟ وقال: أنا ابن الذي لا ينزل الدهر قدره، وإن نزلت يوما فسوف تعود، ترى الناس أفواجا إلى ضوء ناره، فمنهم قيام حوله وقعود. فأمسك عنه وقال: لعله من أشراف العرب. ثم قال الثالث: ومن أنت؟ فقال: أنا ابن الذي خاض الصفوف بعزمه وقومها بالسيف حتى استقلت ركابه لا تنفك رجلاه منهما، إذا الخيل في يوم الكريهة ولت. فأمسك عنه وقال: لعله من فرسان العرب. فاحتفظ بهم حتى الصباح، حتى أصبح الصباح، فرفع أمرهم إلى الأمير، أي الحجاج، فأحضرهم الحجاج وكشف عن حالهم. فإذا الأول ابن حجام، والثاني ابن فوال، والثالث ابن حائك.
فتعجب الحجاج من فصاحتهم وقال لجلسائه: علموا أولادكم الأدب، فوالله لولا فصاحتهم لضربت أعناقهم. ثم أنشد: كن ابن من شئت واكتسب أدبا يغنيك محموده عن النسب، إن الفتى من يقول ها ألدى ليس الفتى من يقول كان أبي. انتهت القصة. فكما ترون فالأول ابن حجام، لذلك فهو يقول: أنا ابن من دانت الرقاب له ما بين مخزومها وهاشمها، تأتيه بالرغم وهي صاغرة يأخذ من مالها ومن دمها. والثاني ابن فوال، أي ابن الفول في قدر: أنا ابن الذي لا ينزل الدهر قدره، حيث يضع الفول ويبيع الفول ويطبخ الفول، وإن نزلت يوما فسوف تعود، ترى الناس أفواجا إلى ضوء ناره ليأخذ الفول البطبوخ، فمنهم قيام حوله وقعود. كما نقول بمفهوم الحاضر الزبناء. ثم الثالث حائك: أنا من الذي خاض الصفوف بعزمه وقومها بالسيف حتى استقلت ركابه. والركاب هي علاقة تربط إلى السرج، فيضع الراكب رجله فيه لا تنفك رجلاه منها، إذا الخيل في يوم الكريهة ولت. والكريهة هي الكريهة هي الشدة في الحرب. أما كما ترون هؤلاء الفتى الثلاثة كيف ينطقون أو يجيبون ويعبرون عن أو يجيبون ذلك الحارس بطريقة شعرية، وليست طريقة شعرية متداولة، لكن طريقة شعرية فصيحة جدا. وكما قال الحجاج: علموا أولادكم الأدب، فوالله لولا فصاحتهم لضربت أعناقهم. فنستخلص منها من هذه القصة عظمة الأدب وتأثيره الجمالي في النفوس وفي الأسماع وفي القلوب. شكرا، وإلى قصة جديدة من حكايات المساء. السلام عليكم.